متنا حيصاب راب مريم شاب حين انددت قل بريات هولا بحنانا. كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذو وقار، لا ذو لسانين، غير ملاعين بالخمر الكثير ولا طامعين بالربح القبيح، بباقات الورد والياسمين وسعف النخيل وأغصان الزيتون. متابعي قناة القيامة، نبدأ معكم برنامج خدام الرب. اليوم ضيفنا هو الشماس الإنجيلي سلمة نظام أشكوري من ولاية نيو هامشير الأمريكية. يا أهلا وسهلا بشماس سلمة. أهلا وسهلا جنان، وأهلا وسهلا بالقناة القيامة. شماسنا، هل اليوم أريد أن أعرف شخصك الكريم لجميع متابعي قناة القيامة. نود أن نعرف أين تخدم الرب حاليا؟ حاليا أنا أخدم في إرسالية كلدانية حبل بلادنس في ولاية ماساتشوستس. نعم. أيضا أخدم في كنيسة اللاتينية. أيضا الكنيسة اللاتينية تحت أي اسم؟ Archdiocese of Boston، متقانية بوسطن. نعم. ها، كم سنة حضرتك بهالخدمة؟ شماس إنجيلي أنا رسمت يوم 10 نيسان 2021، يعني هالسنة أصالي 3-4 أشهر. نعم. بس قبل كنت أخدم الكنيسة كألتر بوي أو كشماس قارئ. كشماس قارئ قبل. نعم. أريد أن أوضحها أكثر لجمهور قناة القيامة. حالياً حضرتك مقيم في ولاية نيو هامشير، ولكن الخدمة مالتك مو بنفس الولاية، تمام؟ صحيح، تمام. توضيح أكثر. أنا أسكن قبل كنت لما وصلت لأمريكا قبل 25 سنة. سكننا مع عائلتي في ولاية ماساتشوستس في بوسطن. بعدين خلصت الهاي سكول والجامعة وتزوجت، تحولت أنا وزوجتي إلى ولاية نيو هامشير. نعم. وسكننا في نيو هامشير بس نشتغل في ماساتشوستس. نروح نحضر الكنيسة القداس في ماساتشوستس. هي 6 ولايات مو نيو إنجلاند. ولايات صغار، ماساتشوستس، نيو هامشير، فيرمونت، مين، كونكتيكت، رود ايلاند. They call it New England States. حضرتك تخدم بإرسالية كلدانية تحت اسم الحبل بها بلادنس. أريد نتعرف على هالإرسالية، لمن تابعها؟ من هو المسؤول عليها؟ الإرسالية الكلدانية تابعة إلى مطانية سان توماس دي أباصل في ديترويت. سيدنا فرانسيس قلابات. سلامنا إله. فقبل كان هنا سلوان تبوني. سلامنا إله أيضا. مسؤول علينا، كان الأدمينستريتور. and هسه حاليا انتقل إلى كنيسة الشهداء. فالمسؤول علي هسه ككوردينيتور هو انا سيدنا فرانسيس. طلبني عندي اكون الكوردينيتور مال الرساليه الى ان سيدنا ينطينا قس او يكون مسؤول كادمنستريتور على الرساليه. نعم. اذا حاليا اي شيء يصير بهالرساليه حضرتك حلقه الوصل بين الرساليه والابرشيه الموجوده في ميشيغان. صحيح. نعم. أيضا أريد نعرف أكثر على أبنائنا الموجودين في هذه الإرسالية، إيش قد بهم كم عائلة؟ حاليا عندنا بين 70 و80 عائلة. نعم. ساكنين حول أطراف الكنيسة الكلدانية أو الإرسالية الكلدانية.
الأطفال. عددنا قليل بس وهذا يعني شيء حلو، نجتمع كل أحد أو actually twice a month، كل مرتين أحدين بالشهر. بالشهر، مرتين بالشهر، ونحضر القداس الإلهي وسوشيال أور ورا القداس. طبعا مرات يكون عندنا سفرات إلى غير كنايس أو إلى أو حفلات نحضرها، بس عددنا قليل بس نجتمع تحت ربنا. شلون تتواصلون مع بعض؟ عندكم ويب سايت خاص بالإرسالية؟ لا، ما عندنا ويب سايت، نتواصل عن طريق الإيميل. نعم، نتواصل عن طريق الفيسبوك. وأنا مرات كشماس إنجيلي أو القس قبل كان دائما نتصل ويا الناس، نعم، نحكي وياهم شوف شو يحتاجون ما يحتاجون، نقلم على ريمايند، نذكرهم على القداس، أو أي خدمات هم يحتاجون من بابتزم، من أعمال إلى تناول إلى زواج مثلا، أو مريض يحتاج واحد قسي يزوره، أو قربان واحد يحتاج مريض يحتاج قربان أو يديله قربان، أو أي خدمات أخرى. بالشهر خلينا نقول عندكم 4 قداديس بالإرسالية، هالقداديس تكون بأي لغة؟ وهل يكون عندكم كل مرة قس كلداني يقوم بالقداس؟ حاليا عندنا قداسين بالشهر، مرتين بالشهر. لما يكون عندنا قس من ديترويت يكون القداس بالعربي والداني أو السورف. إذا عندنا قس من مطرانية بوسطن يكون قداس بالإنجليزي. بس الجوقة أو أنا كشماس إنجيلي نجاو بالعربي، نصلي بالعربي، فالقس الوحيد يحكي بالإنجليزي. نعم، إنجليزي وعربي أو عربي وداني. تكلمت على بعض النشاطات اللي تقومون بها بالإرسالية، ما هي؟ النشاطات الإرسالية هي عدة نشاطات، مثلا كل ثلاثة عندنا صلوات على الزوم. نجتمع احنا العوائل او من يقدر اذا ما عنده شغل نروح على نستعمل الزوم بروجرام، وعندنا نسوي المذبحة الوردية، صلوات، ونقرأ الإنجيل مال يوم الأحد والوعظة، فأنا أكتب الوعظة ونقرأ الوعظة، تشوفوني يقرأ الوعظة بذاك الوقت، فكل واحد له دور. نعم، هاي يوم الثلاثاء. يوم القداس عندنا الجوقة، زوجتي في الجوقة، فهي تحضر تتصل ويا أشخاص في الجوقة ويتحضرون للقداس بذاك اليوم يوم الأحد. وأنا كشماس أتصل ويا ألتر بويز واتفق وياهم شي يحتاجون يسوون ذاك القداس. أما اللي يسوون الريدينجز القراءات، الأولد تستمنت والنيو تستمنت، أحد القديم واحد الجديد، أتصل أنا لو أي أحد آخر نتصل ونشوف مين يحب يقرأ يسوي القراءات ذاك اليوم ذاك يوم الأحد. هذا قداسنا. وبعدين ورا القداس عندنا سوشيال جاذرينج، نروح نقعد سوا نشرب شاي نشرب قهوة نحكي نسولف نشوف بعضنا. من السفرات اللي تقومون بها شنو هي؟ نعم، السفرات نروح مثلا للجبال او او الشاطئ، او نروح الى اماكن غير كنائس اخرى لاتينية، نسوي نصلي بيها المسبحة، نصلي بيها مذبحة مريم عذراء أو قلب يسوع. أو مرات قبل قس الكلداني كنا نتفق وياني ونروح نسوي قداس غير كنايس نيكي. فبس يعني نشوف غير أجواء، نشوف غير كنايس نحضر بيها، ونهمنا نختلط ويا غير ناس. مع ذلك عندكم أيام محددة مثلا تسوون بها السفرات؟ خلينا نقول هالشكل،
احنا هنا أيام بسانتياغو. المحدد، نعم عندنا شارع، أيام المحدد عندكم شارع؟ لا ما عندنا شارع، لأن ممكن بسبب عددنا، بس أهم ما عندنا شارع. بس عادة نسوي عيد الصليب، نشعل النار، نخفض صفقاته 14/9. 14/9، نتوج تمثال العذراء، نتوج تمثال قلب يسوع في شهر ماي أو جون. عندكم أمسية تراتيل أيضا سابقا نعم حاليا؟ نعم سابقا، وطبعا كان عندنا أمسية تراتيل، بس وقت بسبب كوفيد، بس هسه نحاول ندي مرة اللف. هي أمسية تراتيل بين ويا كنيستنا الكلدانية، والكنيسة اللاتينية، والكنيسة المارونية، والكنيسة الأرثوذكسية. همين نجتمع احنا الجوقات ونسوي أمسية تراتيل، يعني سويناها قبل وكلش حلوة ونجحت، وسويناها مرتين قبل. إن شاء الله مرة الأخ شهر نوفمبر أو شهر ديسمبر 11. نسويها مرة الأخ نعيدها. إن شاء الله آمين. حضرتك تخدم في إرسالية كلدانية الحبل بها بلا دنس الموجودة في بوسطن ماساتشوستس، وأيضا قلت تخدم في كنيسة اللاتين الراعي الصالح جود شيبرد، تمام؟ نعم أريد نعرف تمام. الفرق بين هالكنيستين ولو هي كنيسة واحدة، ولكن الطقس اللاتيني يختلف عن الطقس الكلداني. فالفرق بين الطقس اللاتيني والطقس الكلداني الحقيقة هي ماكو فرق، هي الذبيحة الإلهية نفس الذبيحة، ماكو فرق بينها، هي بس اكو أشياء بسيطة. الصلوات تختلف مال القس او مال الشماس، شو وقت يصلون، شلون يصلون، هاي الصلوات تختلف، هاي اشياء بسيطه. بس الذبيحه الالهيه هي السنتر مال القدس، نعم. مال القداس، ماكو اي اختلاف، الجوهر واحد. جوهر واحد. نعم نعم شماسنا هسه نريد نعرف شلون اجت لك الدعوه او الفكره والرغبه انه تدخل الخدمة الشماسية كشماس إنجيلي، أبي التفاصيل. أبدي من أنا صغير، نعم. كان أبوي يوديني كنيسة سيد النجاة، وكان يخدم هناك كشماس، وأنا كنت أحضر القداس وأخدم كطفل صغير. وبعدين مثل زرعت بي، بعدين جيت لأمريكا كنت أستمر أروح القداس، لأن دائما روح القداس اذا لاتيني لو ماروني. وبدأت اخدم مذبح الرب كالتر بوي عند اللاتين. نعم. واستمرت على الاشياء. وبعدين الدعوه، طريقه الدعوه جت لي، رحت من سفراتي، كنت اروح العراق بعد الحرب. واحد من سفراتي اللي رحت له كان وراء الهجوم على كنيسه سيد النجاه 2010. نعم. انا رحت هناك 2011 مع زوجتي واولادي. حضرت القداس، كان القداس هناك. وبعد لما فتت الكنيسه، بعد الاثار الخراب بيها، بعد الهجوم، بعد يعني الدم الحجاره، يعني بعد ما يمكن عمروها مرت الاخ. فتوا بالكنيسه، صلينا، حضرنا القداس، ناولنا، الناس طلعوا، انا بقيت ويا ابني. فكنت قاعد افكر، قاعد اصلي، قل هذول الناس شلون تحملوا؟ شلون دافعوا عن ايمانهم هذاك اليوم شهر العاشر لما صار الهجوم بالكنيسه؟ وحاولت اتخيل انا وياهم. ونفس الوقت كنت اعرف احنا رسالي في بوسطن، الناس محتاجين الى ارساليه او الى كنيسه، بحيث تجذبهم، يعني كلنا لاجئين هوني، فكانوا محتاجين الى ارساليه تجذبهم او تقربهم مذبح الرب او تذكرهم ببلدنا. ف قاصلي وحسيته مثل شو اقول لك اياه، ما اعرف يمكن صعب افهمه، مثل صوت او في شيء يقول لي امشي هالطريق، حاول
تخدم افتح حاول تفتح رساليه او حاول سيرشن مالفة. انا ما كان عندي هالفكره قبل. رجعت لامريكا، رجعت لبوسطن، بدأت اسال، على شلون اقدر اصل شماس انجيلي او اقدر اصل شماس ان جنرال، رسائل مثلا. وين سألت؟ في مقرنة بوسطن. ما كان وقت عندنا ارساليه كل دانيه بوقتها. ونفس الوقت كنت هم انا بدأت اسال استفسر شلون اقدر نفتح ارساليه للعراقيين في بوسطن، لجماعتنا العراقيين. بدأت اسال استفسر وخابرت يعني قيس ابو ذاك وقت هسه هو مطران سيدنا يوسف توما سلامنا إله. في كركوك سوا حاليا. فحكيت ويانو وعالي ارشادات ستبس، فاتصلت بناس وفي في بوسطن، اتصلت بناس في ميشيغان وقتها، انفتحت الرساليه في بوسطن عام 2017. جاء سيدنا فرانسيس قلابات وشاف الجاليه العراقيه في بوسطن والتقى وياهم، ومن ذاك اليوم بدات الرساليه. بنفس الوقت حوالي قبل سنه سنتين تقريبا انا بديت البرنامج مالي دياكن البروجرام شماس انجيلي. فطبعا تبدين هالبروجرام مو شيء سهل، يعني مو بس تملين استماره وتقدمين، تحتاجين المراه توافق، تحتاجين تفوتين عده انترفيوز، ك انترفيو كسايكولوجي انترفيو، ريجولر انترفيو ويا عده اشخاص شمامسه انجيليين وكهنه عند في مطرانيه بوسطن. نعم شماسنا، أنا خلي شوية نتوقف. التحضيرات الخاصة كشماس إنجيلي خاصة عند اللاتين يحتاج لها تحضيرات كثيرة، كم سنة أخذت من عندك هالتحضيرات؟ 4 سنين. 4 سنين وبيها دراسة. نعم 4 سنين دراسة، وياها دراسة وياها امتحانات. نعم وياها تكتبين ريبورتس تقارير. من ضمن الدراسة تروحين ريتريت، رياضة روحية 3 مرات بالسنة. من ضمن الدراسة أمنا وقت الصيف تروحين تشتغلين بالمستشفى فولنتير as a Eucharist minister، تطين قرابين قربان للمرضى. من ضمن الدراسة أمنا تدرسين علم النفس، تدرسين لاهوت، تدرسين قانون الكنيسة، تدرسين تاريخ الكنيسة، تدرسين الطقس اللاتيني وبعض بس اللاتيني؟ بس اللاتيني، لأن أنا كنت في دارس في مدرسة تابعة لمطرانية بوسطن اللاتينية. نعم والطقس الكلداني؟ الطقس الكلداني كنت عفوا شماس خيري في ديترويت سلامنا إله، هو بدأ يعلمني طقس الكلداني. أيضا بعض القسان الكلدان علموني طقس الكلداني أيضا، مثل أبونا سلوان، أبونا هرمز، أبونا وسام وغيره. بس أبونا عفو شماس خيري مو بس علمني طقس الكلداني، علمني اللغة الكلدانية. نعم علمني شلون أقرأ الصلوات أو القداس. بس أنا بعدني أحضر هالمحاضرات، هسه حاليا صيف مثل ناخذ إجازة. نعم. بس حارجع مرتلخ للدراسة ويا شماس خيري، شوف في التاسع هاي مرة في الأسبوع. احنا نتكلمت دراسة اللاهوت وعلم النفس وقانون الكنسة، كل هالدراسات مهمة للتحضير انه تكون شماس انجيلي خاصة بالكنيسة اللاتينية. هل حضرت هالمحاضرات لوحدك؟ أم مثلا أكو بعض المحاضرات حسب علمي المدام يجب أن تكون موجودة؟ صحيح، أعطينا توضيح. عند اللاتين إذا
شخص يحب يكون شماس إنجيلي أو لمن يحضر البرنامج البروجرام قسم من الريكويرمنت من طلب أن المرأة الزوجة تكون حاضرة عند الصفوف، مو بس الصفوف، أيضا في الرياضة الروحية أو أي اجتماع آخر. ليش؟ لازم المرأة لأن يريدون يأكدون بأن هي المرأة توافق أن زوجة حيكون شماس إنجيلي، يريدون يأكدون ماكو أي مشاكل بالعائلة بسبب خدمة الكنيسة أو خدمة الرب. نعم. بدون العائلة تكون قوية متصلة مو متفارقة. هذا الشيء المهم. فدائما أكدوا على زوجتي كل سنة حتى قبل الرسامة أكدوا علي بأن هل تقبلين سرمدي الشماس الجديد. عبالك واحد دي الزوج ويسأل تحبين هالشخص أو لا. نعم. فهذا الشيء مهم. كلش مهم. مدخنة صغيرة شماستة. إحنا أنا لما فاتحت المدام برغبتك تكون شماس إنجيلي، المدام شجعت من أول مرة؟ تقريبا شجعنا أول مرة، درسنا بالموضوع، صلينا سوا على الموضوع وقرينا الإنجيل. نعم. وانتظرنا ويعني نفسيا كنا مرتاحين، هي مرتاحة كانت. نعم. طبعا واحدة من الأشياء كانت الأسئلة أولاد، لأن أولادنا بعدهم صغار في ذاك الوقت، من حيهتم بالأولاد، من أنا ما موجود أو هي ما موجودين في ذاك الوقت، كان تدز الأولاد يم أهلي وكنا نحضر الصف سوا. طبعا المدرسة حوالي تقريبا 50 دقيقة سياقة عن بيتي، والصفوف كانت بالليل عصر من الساعة 7 لساعة 9:30 مرتين بالأسبوع. نعم. فهذا واحدة من الأشياء درسناها. هاي الصعوبات اللي واجهتوها أثناء صعوبات. التحضير. أثناء التحضير. وكانت السنة الدراسية من شهر 9 أيلول إلى شهر 5 ماي. طبعا كانت عطلة ربيعية، عطلة شتوية، هيش كل شيء، بس واكو فصول، فصل الخريف وفصل الربيع. نعم. جدول كورسات. شمسنا حضرتك كنت وحدك شرقي عراقي كلداني مع المجموعة. صحيح. نعم. ولكن بداية لقائنا قلت عندك 25 سنة في أمريكا، معناتها اللغة الإنجليزية يمك ممتازة، ما شفت صعوبة ويا اللغة؟ ما كان عندي أي صعوبة في اللغة الإنجليزية أو عارف باللغة الإنجليزية. أنا متخرج من نورث إيستن يونيفرسيتي as an electrical engineer، مهندس الكهرباء، وعندي ماستر ديجري in engineering management، فما كان عندي أي صعوبة باللغة. ما شاء الله. هسه أريد نعرف يوم الرسامة أين كان بالتحديد، منو كان والحضور، تنطي تفاصيل شماسنا. يوم الرسامة كان يوم 10 نيسان، صادف يوم سبت، الأسبوع الويكند قبل بعد عيد الكبير، بعد الصعود. نعم. بعد إيستر. فكان المكان في كنيسة هولي كروس، هولي كاثيدرال مال مطرانية بوسطن. الحاضرين طبعا أهلي، عائلتي، زوجتي، أولادي، أيضا عوائل من الإرسالية الكلدانية، أيضا بعض القسان اللاتين والشمامسة اللاتين كانوا وياي ماي كلاسميتس بالمدرسة. ايضا حاضر كان ابونا سلوان تبوني من ديترويت حاضر. طبعا استاذي اساتذتي مال مدرسي اند كاردينال شون اومايلي، يعني قداس كان كلش جميل وحلو،
شمسنا مداخلة صغيرة. نعم. هل رسامة كان حاضر بها فقط أبونا سلوان تبوني؟ حضرتك دعيت بالتحديد؟ ما كان بإمكانك تدعو أكثر قسان أم كان العدد محدد؟ العدد كان محدد بسبب كورونا كوفيد. حتى العدد كان محدد قد أقدر أعزم ناس للرسامة أو للقداس بسبب كوفيد مع الأسف، بس يعني قارنو الشان وافق على الرسامة وقال let's do it. بصراحة أشكل قليل، أنا كنت كلش فرحان وهذا الشيء كنت قاعد أنتظره من سنين. هذا طلب الله. أبونا سلوان كان موجود، أنا طلبت من عنده أن يجي، طلبت من سيدنا فرانسيس أن أبونا سلوان يجي. واحدة من الأسباب، أول شيء أريد شخص من المطرانية يكون موجود وياي وقت الرسامة، أنا كالكلداني يكون وياي. وأنا أيضا عند الطقس اللاتيني وقت الرسامة، لما الشخص يكون جاهز يلبس ملابس الشماس الفستمنت عند اللاتين والستول عفوا همينه، عند اللاتين لازم الشخص إذا شماس إنجيلي أو قاس يلبس الستول والبسمت عليه. أنا كان لي اختيار إلا أختار أي قاس أو أي شماس إنجيلي، فاختاريت أبونا سلوان. فحضر أبونا سلوان وهو عائلتي زوجتي وأولادي هم قدموا له الستول والبسمت، وأبونا سلوان أخذها من إيدن ولبس لي إياها. نعم. من ذاك الوقت officially صرت شماس إنجيل. آمين. شو كان إحساسك لما رسمت؟ إحساسي كان مثل هدوء لما كارنر شانو مايلي حط إيده على رأسي ويصلي، حسيت هدوء، هدوء مثل عبالك. Quiet night, silent night. نعم. قبل كنت مثل شعلة نار داخل بس تشتعل وما تنطفي، هسه صار هدوء بس بعد مشعوري بس هدوء. طبعا الله تقودني عبر قدني. نعم. أخدم المذبح والكنيسة وأخدم شعب الله. آمين. أيضا هل كان عندك صلاة معينة؟ إيه كان عندي عدة صلوات معينة أصليها دائما يومي، بس الشيء دائما يعني في واحدة الصلاة أقدر أقوله. نتمنى نسمع جزء منه اللي هي الصلاة اللي كانت تواكبك دائما وتشجعك بحيث تمضي بهدفك. صح، هي دائما كانت تقودني. نعم. طبعا هي الصلاة حسب قسم بعض الناس يقولون هي صلاة مع القديسة ريتا، بس هي بالحقيقة صلاة كتبها بابا كليمنت الحادي عشر. ايه يعني بالعربي وبالانجليزي، يا رب اجعلني افكر بيك، اتكلم عنك، واشتغل لك، وادعى من اجلك. هذا جزء من الصلاة. لا امين. اجعلني يا رب انتصع على اللذة بالأمانة، على البخل بالصدقة، والغضب وداع، على الفتور بالحرارة. طيرني يا رب رصينا في أموري، شجاعا في مخاطري، صبورا في شدائدي، متضعا في نجاحي. ونر عقلي يا رب، وضم إرادتي، وطهر جسدي، وقدس نفسي. ضايقوني شيء الله لك، انزع مني يا رب الكبرياء وحب الضفر، ومنحني التواضع العميق، نقان الذات، والمحبة الحقيقية دائما إليك يا يسوع. آمين. وكل صلاة بسيطة طبعا وجودي بالإنجيل عند ماثيو، ويمكن عند لوقا همنا أيضا، إذا هي عند الإنسان غير مستحيل، بس عند الله كل شيء مستحيل.
And the English with man, this is impossible, but with God, all things are possible. أو الآية من الإنجيل طبعا مو بس حفظتها دخل يعني حفظتها وأقولها بدماغي دائما يعني كان أكو صعوبات كثيرة واجهتها قبل الرسامة واجهتها خلال الدراسة و يعني مرينا صعوبات كثيرة بس الحمد لله والشكر ويا الله تمشي طريق الله إذا تركز على يسوع ما تركز على العاصفة كل شيء يمشي تمام. أمين أكيد. من تحضيرات الشماس، وطبعا هنا بالكنيسة اللاتينية يستخدمون كلمة ديكن، فهسا حستخدم كلمة ديكن. الديكن سيرمت أشكوري، تحضيراتك قبل الخدمة ما هي؟ تحضيراتي قبل الخدمة هي عدة تحضيرات، ليس سهلة. هي نحضر القداس، فإذا إذا 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 قداس لاتيني أو قداس كلداني، إذا أحضر المذبح قبل، عفوا قبل المذبح أأكد بأن الكنيسة موجودة available إلنا نستعملها. فلازم يعني تأجير الكنيسة قصدك؟ تأجير الكنيسة طبعا. نعم أأكد هي available فارغة إلنا. طبعا اتصل ويا المطرانيه او اتصل ويا الجود شيبرد بارش اكد بان الكنيسه فارغه. احنا عندنا جدول هسه، فانا سويت جدول ويا الكنيسه قلنا هذول يوم قداديسنا. نعم قداديسنا الاليه، فكل شيء نظم، كل شيء جاهز. هذا يوم قداسنا، مثلا يوم الاحد هسه يوم 25 هذا يوم قداسنا، فالكنيسه فارغه لنا. هذا اول شيء. ثاني شيء أتأكد ويا القس اللاتيني أو كلداني بأن يكون موجود وقت القداس حاضر. أي شيء هو يحتاج القس من سيارة أو ملابس القس أو أي شيء حاضر لي يعني. القراءات خلال القداس نحضرها طبعا، وأكد من حيقراها، نتصل ويا الناس، نحب نشجع الناس يشاركون بالقداس، وهذا شيء حلو، الناس يحبون هذا الشيء يشاركون. نعم. بالقداس أكو تجاوب. أكو تجاوب. نعم. شيء لا الجو طبعا أنا ما لي علاقة بالجو بس أنا أساعد بالجو. تحضيرات الجو، زوجتي هي جزء من الجوقة، اتصل ويا غير جماعة مشاركين بالجوقة ويسوي تدريبات بيناتهم. أنا علي بس أنصب الساوند سيستم. نعم. قبل القداس. مع ذلك أقول تحضير المذبح للقداس. وأشوف منو أمانة أحضر الألتر بوي الأولاد أو البنات اللي يساعدونه. خدام الصغار. نعم. أم الصغار بالخلال القداسي، شنو الشمعة، البخور، أو الصليب، أو أي شيء آخر للقداس. هذا النورمال، هذا الشيء الطبيعي. من يخلص القداس ننظف الكنيسة، يعني مو بس أنا، عدة ناس يشاركون وياي. ننظف الكنيسة، المذبح يكون فارغ، نجهز الكنيسة للقداس الورانا إذا كان لاتيني أو آخر أو أي شيء اجتماع أو أي شيء. نعم ديكن سرمت، هل خدمة اللي تقدمها للإرسالية لأبنائنا هل هي ببلاش فولنتير؟ نعم هي ببلاش فولنتير، هي خدمة الله وشعب. دخولك بخدمة الشماسية كشماس إنجيلي غيرت شيء بشخصيتك؟ حسيت انه صرت بقالب معين؟ طبعا صح، حسيت تغيير كثير، حسيت مثل بدأت حياة جديدة روحانية جديدة ما كان قبل. يعني صح كنت روحاني قبل بس هسه أكثر. نعم مسؤولية أكثر كشماس إنجيلي.
طبعا صار عندي أصلي أكثر، أتكلم ويا الناس أكثر، مساعدة أو طلب جات، قام يجي طلب أكثر للمساعدة، أو مثلا أو ناس يحبون أزورهم أو أودي لهم قربان أو أصلي وياهم، فالخدمة صارت أكبر. هالشكل خدمة تقدمها للكنيسة، يكون عندك وقت أيضا حاليا للعائلة، وخاصة عندك أبناء وزوجة. طبعا هذا سؤال مهم. كل شيء عندي هو أول شيء الأهم عندي هو العائلة، الأولاد وزوجتي، هذا أهم شيء عندي، وهاي الكنيسة تريد هالشكل. مثل ما قلت قبل، ما تريد الكنيسة، ما تريد العائلة تنفصل، تريد العائلة دائما متحدة. أهم شيء أول شيء أشيك عليه إنه هو عائلتي، بعدين أدبر وقت لخدمة الناس. ديكن سرمت، عندك طموح ترسم رسامة أخرى، مثلا تصير قس يوم من الأيام، أبونا؟ سؤال. أنا رسمته كشماس جيلي ثابت، أو بالإنجليزي permanent deacon. أنا حاليا ما عندي أي طموحات أن أصير قس في المستقبل، بس إذا الله يريد أنا جاهز، إذا سيدنا يريد أنا جاهز، بس هسه حاليا أتمتع كشماس إنجيل. كلمتي لله. آمين يا رب. الآن نود أن نوضح لجمهور قناة القيامة مفهوم خدمة الشماس الإنجيلي بالنسبة لديكن سرمت، ما هو؟ بالنسبة إلي الشماس الإنجيلي هو يربط المذبح أو إلى العالم. نعم. هو الجسر بين المذبح للعالم، ينقل النور من المذبح للعالم. شنو معناته؟ يعني يجذب الناس إلى الكنيسة، يتكلم وياهم، يفهمهم الإنجيل، يسوي برامج وياهم، حاول مع الناس قد ما يقدر، ويجمعهم قريب الله، ويبشر كلام الله، كلمة الله. Preach about God. آمين. شماسنا، بما أنك تخدم بالكنيسة خدمات كثيرة ما شاء الله، بالبيت ويا المدام السعادة، خاصة عندكم أبناء، وتدري هنا تربية الأبناء بأمريكا شوية صعبة. طبعا أنا أساعد مارتي كل خطبة وياها، بالبيت، تحضيرات البيت، تنظيف البيت، بالطبخ، هي علي أحسن عندي بالطبخ، بس أساعدها في الأشياء، بالأولاد، خاصة الأولاد، دراستهم وأكتيفيتيز مالتهم ورا المدرسة أو خارج المدرسة، تحضيرات للكنيسة، أنا وياها خطوة خطوة، هي وياي أيضا تساعدني تحضيرات الكنيسة، وهي ساعدني لما كنت أدرس، ساعدني كثير وشجعتني، وبعد لها لحد الآن ما يشجعني، وكل الصعوبات أنا أمر بيها بالتحضير، فإحنا اتحاد قوة. إن شاء الله دائما بالمحبة. شماسنا، وصلنا إلى نهاية هالحلقة الجميلة، كلمة أخيرة لجمهور قناة القيامة. طبعا أطلب من الناس بأن يصلون، يقتربون الله، يفتحون قلوبهم من الله ليسوع، اجعلوا يسوع يسكن في قلوبكم، صلوا، اقرأوا الإنجيل، احضروا القداس، اقرأوا، اتكلموا مع القس أو شماس أو أي أحد إذا أكو أي مشكلة، لا تبتعدون عن الله، ركزوا على يسوع إذا عندكم أي مشكلة، وعندكم طبعا حكينا عندنا مشاكل بحياتنا، بس ركزوا على يسوع، وهو يخلصنا ويقودنا إلى الشيء هو اللي يريده، والشيء هو الزين عندنا. أطلب من الجماعة جماهير أن يبقوا صلوا، يبقوا يتكلموا مع الله، مع يسوع،
والمسبحة الوردية تصلوها دائما في اليوم. شكرا آمين. جزيلا، الله يحفظكم ويباركك. شكرا جزيلا شماس الانجيلي سرمة تشكوري من ولاية نيو هامشير الأمريكية. شكرا، الله يحفظ. متابعي قناة القيامة، شكرا لحسن المتابعة. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. كونوا معنا الأسبوع القادم وحلقة مميزة أخرى من برنامج خدام الرب. متنا حيصان هولا بحنانا